بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نقوم بحل 38 بكالوريا 2016 علوم ورياضيات الموضوع الثاني، حيث ينص التمرين على ما يلي: محضر ماء جبل من تفاعل غاز ثنائي الكلور CH2 مع محلول هيدروكسيد الصوديوم بتحول كيميائي تام، يعني إكس إف يساوي إكس ماكس، ينمذج بمعادلة التفاعل التالية: إذا CH2 زائد 2 أو H ناقص تعطينا CH أو شاور هيبوكلوريد زائد شاور الكلور زائد الماء. أولا تعرف الدرجة الكلوروميترية. إذا في هذا التمرين التعريف قدم لكم على الشكل التالي: تعرف الدرجة الكلوروميترية بأنه توافق عدد لترات غاز ثنائي الكلور. لما نقول عدد لترات هذا يعني حجم غاز ثنائي الكلور في الشرطين النظاميين، عندما نقول شرطين نظاميين يعني VM يساوي 2.4 اللازم استعمالها لتحضير 1 لتر من ماء الجبل. يعني الدرجة الكلوروميترية ما هي؟ الدرجة الكلوروميترية لما يكون عندي 1 لتر لتحضير 1 لتر من ماء الجبل، 1 لتر من ماء الجبل ومن الجبل نحتاج إلى إضافة حجم V من CF2. الحجم اللازم إضافته لتحضير 1 لتر من ماء الجبل هو ما يسمى بالدرجة الكلوروميترية. يعني بطريقة أخرى، لما نسأل عن الدرجة الكلوروميترية وكأني طرحت السؤال التالي: ما هو حجم غاز ثنائي الكلور الواجب وضعه في 1 لتر من ماء الجبل؟ إذا أعيد، تعرف الدرجة الكلوروميترية CHL، الدرجة الكلوروميترية على أنها حجم غاز ثنائي الكلور الواجب وضعه في 1 لتر من ماء الجبل، يعني في يساوي 1 لتر. حجم ماء الجبل الذي نضع فيه في CH2 هو 1 لتر. إذا المطلوب منا إثبات أن CHL الدرجة الكلوروميترية تساوي C0 في V0. إذا اعتمادا على المعادلة السابقة، إذا وفي النواتج، إذا لدينا كمية مادة ثنائي الكلور، إذا كمية مادة ثنائي الكلور CH2 وهو في الحالة الغازية تساوي VG، أي V CH2 على VH. هذا يعني أنه V CH2 حجم غاز ثنائي الكلور يساوي كمية مادة CH2 مضروبة في VA. هذه من جهة. إذا بالتالي الدرجة الكلوروميترية تساوي كمية المادة CH2 مضروبة في VA. إذا الدرجة الكلوروميترية تساوي حجم ثنائي الكلور الواجب إذا بدوا في وحدة الماء الجبل يساوي كمية المادة في الحجم المولي. كمية مادة ثنائي الكلور في هذه الحالة هي نفسها كمية مادة عند انتهاء التفاعل، هي نفس كمية مادة الشوارد الهيبوكلوريت. كيف؟ إذن عند نهاية التفاعل إذا نكتب كمية مادة ثنائي الكلور هي كمية المادة الابتدائية لثنائي الكلور ناقص إكس الحالة النهائية. عندما يختفي نهائيا يساوي الصفر، ينتج بالمقابل إكس إف لشواذ الهيبوكلوريت. إذا كمية مادة شواذ الهيبوكلوريت هي سي صفر في في. سي صفر في في هي نفسها إكس إف. لما نعوضها في هذا المكان نجد أن كمية مادة CH2 ناقص سي صفر في في تساوي الصفر. هذا يعني أن كمية مادة CH2 تساوي سي صفر في في. عوضها هنا في هذه العلاقة، أو هنا كمية مادة ثنائي الكلور عوضها هنا تصبح سي صفر في 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 في. إذا هذه تساوي الدرجة الكلوروميترية. علما أن V يساوي 1، ما تكون V تساوي 1 هذا يعني أن CHL تساوي C 0 في VM. إذا تحصل على العلاقة المطلوبة، الدرجة الكلوروميترية يمكن حسابها باستعمال تركيز شواذ الهيبوكلوريت في VM. VM في حفظ الشروط النظامية 22.4. يعني يمكن مشاهدتها مباشرة أنه في المعادلة كل واحد مول من CL2 يعطيني واحد مول من CL أو مول.
كل واحد مولي يعطيني واحد مولي بعد السكرومتري هو نفسه او باستعمال او بالاعتماد على جهد التقدم التفاعل. اثنين، ناخذ العينه من مأجر المحفوظ عند درجه حراره تاتا يساوي 22 درجه مئويه، تركيزه المولي بشواذ الهيبوكلوريت هو السي صفر، ونمددها أربع مرات، يعني عملية التمديد يعني إضافة الماء المقطع، نمددها أربع مرات، إذا في يصبح أربعة وفي، ويتغير تركيزه يصبح سي واحد، ليصبح تركيزه المولي سي واحد، نأخذ منها في واحد يساوي 2 مليلتر، ونضيف إليها كمية ماء كمية كافية من يود البوتاسيوم، يعني نأخذ من هذا المصدر التفاعلي حجما قدره في واحد يساوي 2 مليلتر، هذا يعني أنه تركيزه سي واحد، ونضيف إليه كمية من يود البوتاسيوم، إذا نضيف إليه يود البوتاسيوم فيتشكل ثنائي اليود، يعني بعد الإضافة كابل زيت دي موام يتشكل ثنائي اليود داخل الوسط التفاعلي. وفق التفاعل التام ينبذج بالمعادلة التالية، إذا التفاعل الذي يحدث هو هذا التفاعل، يحدث تفاعل بين الشواذ الهيبوكلوريت مع شواذ اليود لينتج ثنائي اليود، إذا هذا ناتج، يتفاعل شواذ اليود زائد شواذ الهيبوكلوريت يعطينا ثنائي اليود كما تلاحظون في هذا الشكل. نعاير ثنائي اليود المتشكل في نهايه التفاعل بمحلول فيوكيبنتات الصوديوم، يعني بعد نهايه التفاعل نعاير، نقوم بالمعايره نفس المعايير الصحيحه، اذا بواسطه فيوكيبنتات الصوديوم سي 2 او 3 2 ناقص، نعاير كميه ماده ثنائي اليود داخل الوسط التفاعلي. طبعا هنا كميه ماده ثنائي اليود في الوسط التفاعلي يعطينا اللون البني، يمكن المتابعة عن طريق المعايرة اللونية. إذا أعيد، نعاير ثنائي اليود المتشكل في نهاية التفاعل بمحلول فيوكيبريتات الصوديوم، تركيزه بالشواذ S2 أو 3 نقص هو C2 يساوي شرق هو نقص 1 مول على لتر، وبوجود كشف ملون صمغ النشاء فيكون حجم فيوكيبريتات الصوديوم المضاف عند نهاية التكافؤ هو V أو يساوي 20 مللتر، يعني نبلغ نقطة التكافؤ عند سن الحجم V أو يساوي 20 مللتر. تعطى ثنائية داخلة في التفاعل الوجودي أمام اثنين إيموا وأس 4 أس 2 ناقص أس 2 أو 3 2 ناقص. المطلوب منا كتابة معادلة التفاعل، تفاعل المعايرة بين فيوكيبريتات، الحاجة بين فيوكيبريتات، شواذ فيوكيبريتات وثنائي أيوب. اعتمادنا على ثنائية نكتب معادلتين نسبيتين ثم نستنتج المعادلة الأجنبية. إذا نبدأ بثنائي اليود، ثنائي اليود كيف ميل، نكتب في الطرف الاخر ايموا، ثم نتبع الخطوات لكتابه معادلتين نسبيتين، وزن عنصر اليود لدينا 2 في الطرف الثاني 1 لنضرب في 2، ثم الوزن الاكسجين والهيدروجين غير موجودين، واخيرا وزن الشحنه، اذا لدينا في الطرف الايمن 2 ناقص، في الطرف الايسر 0 اذا نضيف 2 الكترون. هذه معادله نسبيه الكترونيه للاغلاق. إذا في اتباع نفس الخطوات نكتب شوال فيوكيبريتات اس 2 او 3 2 ناقص، ونكتب في الطرف الآخر اس 4 او 6 2 ناقص، نبدأ بموازنة عنصر كبريت 2 في الطرف الأول 4 في الطرف الثاني، إذا نضرب في 2 في الطرف الأول، الأكسجين في بداية 6 في الطرف الثاني 6، الشحنة 2 في ناقص 2 تساوي ناقص 4، إذا نضيف 2 إلكترون في الطرف الثاني. إذا قبل كتابة المعادلة الإجمالية، إذا يجب التحقق من عدد الإلكترونات، إذا في المعادلة النسبية الإلكترونية للأكسدة لدينا 2 إلكترون، وعادة نسبية للإرجاع لدينا 2 إلكترون، نجمع طرف إلى طرف بهذا الشكل، إذا نحصل على معادلة أكسدة الإرجاع لتفاعل المعادلة 2 أس 2 و 3 2 ناقص زائد إي 2 تعطينا 2 اي ناقص زائد اس 4 او 6 2 ناقص.
الحالات الفيزيائية هي أن أنواع كبيرة موجودة. إذا با بين أن سي واحد يساوي سي اثنين في في أو على اثنين في في واحد، يعني بعد أن تتم عملية المعايرة نصل إلى نقطة تكافؤ، نقطة تكافؤ هي النقطة التي يكون فيها المزيج في نسب ستوكيومترية، يعني أن المتفاعلان يحتفيان معا بالاستعانة بالمعادلة مزيج يكون ستوكيومتري عندما تكون كمية مادة المتفاعل الأولي هو S2 أو 3 2 ناقص على العدد الستوكيومتري اللي في هذه الحالة 2 تساوي كمية مادة ثنائي اليود مقسومة على العدد الستوكيومتري هو 1. إذا كمية مادة شواذ الثيوكيبريتات هي C 2 في V على 2 تساوي كمية مادة ثنائي اليود هي C 1 طبعا هنا كمية مادة ثنائي اليود هي الناتجة هي نفسها كمية مادة سي ان او موا عند بداية التفاعل. إذا عند 1 مول ينتج عنه 1 مول بما أن التفاعل تام يعني كل 1 مول من سي ان او موا يعطينا 1 مول من اثنين كل 2 مول تعطينا 2 مول إلى غدا. إذا التركيز الابتدائي لسي ان او موا هو نفسه التركيز النهائي لاثنين. إذا يساوي سي 1 في في 1 بالتالي يعني بالقسم على في 1 نجد أن سي 1 تساوي سي 2 في أو سي 2 في أو على 2 بالقسم على في 1 تصبح سي 1 تساوي سي 2 في في أو على 2 في في 1. المطلوب منا السؤالين حساب سي 1 ثم استنتاج سي 0 إذا تطبيق عددي فقط سي 1 تساوي سي 2 هي 0.1 أي 10 ناقص مضروبة في في 20 طبعا ملي لتر لا نحولها بما أن الوحدة هنا بالملي لتر هنا بالملي لتر. إذا في 1 هي 2 ملي لتر إذا 2 في 2 ونحصل على أن 0.1 في 10 تساوي 1 على 2 إذا 0.5 نحسب أن سي سي 1 إذا سي 1 تساوي 0.5 مول على الهر. استنتاج الآن سي 0 بما أن المحلول ممدد 4 مرات يعني اف في هذه الحالة اف يساوي 4 قمنا بترديد المحلول 4 مرات أي أن اف معادلة الترديد تساوي 4 وبهذا الشكل إذا معادلة الترديد يساوي سي 0 على سي 1 أي أن سي 0 تساوي اف في سي 1 تطبيق عدد اف هي 4 في سي 1 هي 0.5 والنتيجة سي 0 تساوي سي 0 تساوي 0 عفوا 2 لأن 4 في 0.5 هي 2 مول على جيد. إذا ننتقل للسؤال الثالث يتفكك ماء جبل وفق تحول تام وبطيء معادلته موجودة أمامنا. إذا شواذ الهيموكلوريت يعني موجودة في ماء جبل تتفكك ذاتيا لتعطي 2 سي ان ناقص زائد او 2 اذا دون تدخل عامل اخر. اذا يتفكك ماء جبل وفق تحول تام وبطيء معادلته موجوده امامنا. اذا يمثل الشكل واحد موجود الشكل واحد امامنا المنحنيين البيانيين لتغير التركيز شواذ الهيبوكلوريك بدلاله الزمن. اذا تركيز شواذ الهيبوكلوريك بدلاله الزمن الزمن هنا لاحظ انها بالايام الناتجين عن متابعة زمنية لتطور عينتين من ماء الجافيل حضرتا بنفس الدرجة الكلورومترية للعينة أ مع العينة السابقة العينة أ وهذه العينات حضرت في نفس الوقت عند درجتي حرارة 20 بالنسبة للعينة 1 و 40 بالنسبة للعينة 2. إذا هنا 20 درجة من العينة 1 و 40 درجة للعينة 2 يعني الفرق بين العينتين تمت متابعتهما في درجة حرارة مختلفتين بالنسبة للأولى في درجة حرارة 20 والثانية في درجة حرارة 40 درجة مئوية. العينتا حاضرتا الصنع عند لحظة تساوي الصفر حادثة الصنع عند لحظة تساوي الصفر. أولا استنتج بيانين التركيز الابتدائي لعينة 1 و 2 بشواذ سي ان او موا. إذا بالعودة إلى المنحنى البياني نلاحظ أن التركيز شواذ الهيبوكلوريت في العينة الأولى والعينة الثانية يعني نفس نقطة الانطلاق هي 2.15
مولكول الداتا. إذا من البيان نجد أن عبروا على تركيز شواذ هيبوكلوريت في حالة تساوي الصفر سي ال عفوا سي ال أو موان في اللحظة تي تساوي الصفر يعني بالنسبة للعينتين يساوي 2.15 مول لكل لتر. إذا هل العينة السابقة التي تمت معايرتها حدث صح أم لا؟ بالمقارنة يعني هذه العينتان اللتان تمت متابعتهما حديثة التحضير تركيز هو 2.15 مول لكل لتر. المحلول A الذي تمت معايرته وصلنا في الأخير حصلنا على تركيز يساوي 2 مول بمقارنة التركيز الذي تم الحصول عليه بعد عملية المعايرة والتركيز الابتدائي لشواذ الهيبوكلوريت لحظة التحضير نجد أن السي صفر أقل من هذه القيمة، هذا يعني أن العينة A التي تمت معايرتها هي ليست حديثة الصنعة وإنما قديمة الصنعة، قديمة ليست حديثة. إذا العينة السؤال هل العينة سبب حديث الصنعة؟ العينة A العينة A ليست حديثة الصنعة يكفي أن نشرح كما يلي لأن السي صفر أقل من تركيز شواذ الهيبوكلوريت لحظة التحضير. إذا سي ال أو ناقص لحظة تساوي الصفر. لماذا تناقص التركيز؟ لأنه قلنا أن ماء الجردل يتفكك ذاتيا يعني مع مرور الزمن كان التركيز 2.15 ثم أصبح 2 اللحظة اللي قلنا المعادلة وجدنا أنه يساوي 2 مول لكل لتر. إذا السؤال بقى اكتب عبارة الصنع الحجمية لاختفاء الشواذ سي ال أو موان. إذا في جميع الحالات كتابة عبارة الصنع الحجمية لاختفاء سي ال أو موان. السرعة الحجمية يمكن إذا في فوليومي ل سي ال أو موان إذا تساوي بما أنها اختفاء يعني إذا ندير إشارة ناقص حجمية إذا نقسم على في حالة تعريف سابقا نذكر في توتال هنا في هذه الحالة في هي نفسها حجم الجردل يعني لم نضيف محلول آخر. إذا واحد على في في دي تغير كمية مادة النوع الكيميائي المختفي اللي هو سي ال أو موان سي ال أو موان على دي هذه العبارة. أكتب عبارة السرعة الحجمية لاختفاء شواذ الهيبوكلوريت ثم احسب قيمتها في لحظة تساوي 50 جول بالنسبة لكل عينة. إذن كل عينة على حدة نحسب فيها السرعة الحجمية لتركيز شواذ الهيبوكلوريت. طبعا قبل مني هنا كتابة عبارة السرعة الحجمية كما هي ولكن المنحنى ليس لا يمثل تغيرات كمية المادة بدل الزمن وإنما يمثل تغير التركيز بدل الزمن. هذا يعني أنه يجب كتابة كمية مادة شواذ الهيبوكلوريت بدل التركيز. في هذه الحالة يعني سهلة نستعمل العلاقة التالية في بالعمال سي ال ناقص تساوي واحدة على في ناقص دي لأن كمية المادة هي التركيز سي ال في الحجم على دي المشتقة نختزل في مع في نحصل على العلاقة ناقص دي سي ال نحصل على في ال يس دي يساوي سي ال ناقص تساوي ناقص دي تركيز سي ال على دي. هذه في اللحظة 50 هذه العبارة في اللحظة 50 عند اللحظة 50 تساوي إذا ناقص ونحسب ميل الممس هنا ميل الممس عند اللحظة تي تساوي 50 ثانية. ما هي التقابل المتبعة؟ إذا في اللحظة 50 بالنسبة للعينة الأولى هاي اللحظة 50 العينة الأولى هاي موجودة أمامنا نأخذ عين هذه النقطة بالإسقاط ثم نرسم الممس عند اللحظة المعتبرة نرسم المماس عند اللحظة المعتبرة
ثم نقوم برسم المثلث القائم في هذه الحالة ونحسب إذا نتحصل على الزاوية ألفا نحسب تانجنت زاوية ألفا. إذا تانجنت زاوية ألفا أو بطريقة أخرى نحدد إحداثية النقطة الأولى مع إحداثية النقطة الثانية. النقطة الأولى هنا إحداثيتها فاصلتها صفر ترتيبتها اثنين. النقطة الثانية فاصلتها 200 وترتيبتها 0.6. بالتالي إذا ترتيبها ناقص ترتيبها 0.6 ناقص 2 على فاصلة ناقص فاصلة إذا 200 ناقص 0. إذا هنا تحصل على إشارة سالبة فالسالب تصبح موجبة ونحصل على النتيجة التالية. السبعة فاصلة خمسة في عشرة هو ناقص 2 يساوي 7.5 في 10 هو ناقص 2. الوحدة مول على اللتر في الجول أو مول ممكن كتابة اللتر مول في اللتر هو ناقص 1 في الجول هو ناقص 1. نفس الشيء بالنسبة للعين الثانية اللي نقص من الماس عندنا تي تساوي 50 إذا هنا في لحظة تي تساوي 50 هذه النقطة نصف المماس نصف المماس أنا رسم لي القمر الصورة كما في ورقة اليوتيوبية إذن نقطتين. إذا النقطة الأولى سأعيد رسم المماس من هذه النقطة هنا الشكل ونختار نقطتين إذا النقطة والنقطة إذا النقطة الأولى فاصلتها صفر وترتيبتها 1.5. النقطة الثانية فاصلتها 100 وترتيبتها 0. إذا ومنه السرعة الهجمية لاختفاء شوارد الهيبوكلوريت تساوي ناقص ونفتح القوس إذا ترتيبها ناقص ترتيبها 0 ناقص 1.5 على فاصلة ناقص فاصلة 100 ناقص 0 ونتحصل على النتيجة التالية 1.5 يعني 1.5 في 10 هو ناقص 2 مول في اللتر هو ناقص 1 في الجول هو ناقص 1. وبهذا الشكل نكون حسبنا السرعة الهجمية لاختفاء شوارد الهيبوكلوريت في العينة الأولى المتابعة في درجة حرارة 20 درجة مئوية وللعينة الثانية المتابعة في درجة حرارة 40 درجة مئوية. إذا نلاحظ أن السرعة عند نفس اللحظة الزمنية 50 يوم نلاحظ أن سرعة اختفاء شوارد الهيبوكلوريت يعني الشوارد الفعالة داخل ماء الجبل تكون أسرع منها في درجة الأولى في درجة حرارته 20 درجة مئوية. هذا يعني أنه للحفاظ على ماء الجبل ماذا يجب أن نقول؟ يجب أن نحفظه في مكان بارد. إذا في هذه التجربة أو في هذه المتابعة تبين لنا أن كلما زادت درجة الحرارة كلما زادت سرعة التفاعل وفي الحالة الخاصة كلما زاد اختفاء شوارد الهيبوكلوريت ومنه ننصح بالاحتفاظ بماء الجبل في مكان بارد. شكرا.